السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد وحاجة جديدة عايزين نتكلم عليها النهاردة، وهي ايه الفرق ما بين الايلتس وما بين الجنرال كورس. ناس كتير جدا بتسألنا عن ايه هو الايلتس. الايلتس بمنتهى البساطة هو عبارة عن International English Language Testing System، هو اختبار دولي لقياس مستوى كفاءتك في اللغة الانجليزية، in order to measure your English proficiency. اما بالنسبه للجنرال فهو حاجه تانية خالص. الجنرال كورس هو عباره عن degraded كورس مصمم مخصوص علشان يعلي مستواك في اللغه الانجليزيه. طيب هل في علاقه ما بين الاثنين، ما بين الايلتس وما بين الجنرال؟ طبعا في علاقه. اولا انت بتاخد الجنرال كورس عشان تعلي مستواك في اللغه الانجليزيه، وعندنا 6 مستويات في اللغه الانجليزيه، A1 وده المستوى المبتدئ، ال A2 وده المستوى اللي هو تحت المتوسط، ال B1 وده المستوى المتوسط، وال B2 فوق المتوسط، ال C1 وده المستوى الادفانسد، وال C2 ده المستوى البروفيشن او العالي جدا في اللغة. طبعا علشان اقدر اعلي مستواي في الايتم ديت باخد الكورس دي الجنرال. طيب والايلتس بقى بالنسبة لي، فالايلتس هو اللي بيثبت ان مستواك فعلا like that عن طريق ان انت بتدخل الاختبار وتمتحن ويطلع لك سكور يؤكد على مستواك. That's all. Thank you. أشوفكم مرة على خير. Goodbye.